تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة أختنا ميرا المري، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. ويسعدني أني شاركني اليوم في التقديم زميلتي آمنة آل علي. صباح الخير. أهلا فيك دكتورة، صباح النور. ومعاكم محدثتكم في التقديم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، أذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا، قبل ما نبدأ حلقتنا نذكركم بالثلاثي الذهبي لوقايتكم ضد فيروس كوفيد 19، ألا وهي الحفاظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مترين، وحفاظنا على نظافة أيدينا باستمرار وغسلها لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وارتدائنا لكماماتنا بالطريقة الصحيحة دائما. واليوم بنضيف محور رابع لمثلثنا الذهبي، وحديثنا اليوم حلقتنا كاملة مخصصة لحديث الساعة اللي هو لقاح كوفيد 19. رح نستضيف اليوم العديد من الخبراء معانا. بتكون معانا اليوم الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة، بتحدثنا عن تطعيم كوفيد 19. وأيضا بتكون معانا اليوم الدكتورة حنان السويدي، عضو فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، بتكون معانا وبتكمل حديثنا اليوم عن كوفيد 19 التطعيم. وبعد بتكون معانا أسماء الجناح، بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. وننتقل مستمعينا الأعزاء لخبر الساعة وخبر اليوم، بتحدثنا عنه آمنة. أهلا فيك دكتورة. وطبعا خبر الساعة يقول بأن هيئة الصحة بدبي تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كوفيد 19 في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة العناصر اللي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه. بدأت هيئة الصحة بدبي بالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا حملة التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد 19 واللي هو فايزر. وقد أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت يوم أمس، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتسجيله من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات. وطبعا أكدت الهيئة أن التطعيم يمثل خطوة إضافية لها أهميتها البالغة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، منوهة بأنها ماضية في تنمية الوعي المجتمعي تجاه الوبائيات ونشر مفاهيم وأساليب الأنماط الحياتية السليمة وحماية الصحة العامة في أوساط الناس لدرء أي مخاطر سواء كانت متعلقة بفيروس كورونا أو غيرها من مسببات الأمراض الأخرى. وننتقل إلى مستجدات السوشيال ميديا، ومعانا أختنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء.
صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور السعيد. خبرينا أسماء من أمس لليوم شو كانت مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ أتوقع انفجار الصراحة يعني قنوات التواصل الاجتماعي كانت أمس كلها تتكلم عن نفس الموضوع، والموضوع هو التطعيم الموجود في إمارة دبي. بناخذ أيضا بعض الأمور اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي من التغريدات المهمة اللي كانت موجودة في كانت تغريدة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. تغريدة تقول: تفخر طيران الإمارات بنقل أول شحنة من لقاح فايزر بيونتك لجائحة كوفيد 19 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن التغريدات المهمة اللي كانت موجودة اللي هي الفيديو اللي يعني اللي كان يتكلم عن التفاصيل والأسئلة الأكثر شيوعا، هاي كان من التغريدات الأكثر تفاعلا في كل من حسابات المكتب الإعلامي وأيضا كتبت هيئة الصحة بدبي وكل قنوات الإعلام. بس نحن نأكد على أهمية على بعض المواضيع، أن ممكن أخذ المواعيد، طريقة أخذ المواعيد، الأسئلة أكثر تكرارا، هاي كلها موجودة في كل من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي وأيضا في حساب هيئة الصحة بدبي، والمعلومات مستمرة، واللي عنده أي سؤال ممكن أيضا يسألنا، ونحن إن شاء الله راح نجاوب على الأسئلة الموجودة في كل قنوات الاتصال الموجودة اللي هي مثلا موجودة على الموقع الإلكتروني عندنا تشات بوت، تويتر، إنستغرام، أيضا عندنا الكول سنتر، عندنا الواتساب، يعني عندنا خدمة الواتساب موجودة بعد 8342، كل اللي عليهم إنه يسيبون الرقم في التليفون قائمة الاتصال ويكتبون كلمة مرحبا أو هاي بالرقم المجاني 8342 على الواتساب، وممكن أيضا يسألون الأسئلة اللي هم يبغون إجابتها على هذه الخدمة المتوفرة على مدار الساعة. تقريبا من هاي الأمور كلها، ونحن بنكون يوميا نحط الأبديت في قنوات التواصل الاجتماعي بالأخص على تويتر وفيسبوك والإنستغرام. نتمنى أيضا من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية خلال خروجهم من المنزل، وأيضا خلال تعقيم أدوات قبل دخول المنزل، وأيضا الاعتماد على أخذ مواعيد من القنوات الإلكترونية مثل تطبيق هيئة الصحة بدبي ورقم المجاني لتطعيم كوفيد. أما بالنسبة للفحوصات موجودة من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء، ذكرت لنا العديد من المعلومات المهمة الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها آمنة أن كيف تقدرين تأخذين موعد عشان تحصلين على لقاح كورونا، وأيضا ذكرت خدمة جدا مهمة يمكن الناس كثير ما يستعملونها اللي هي خدمة التواصل مع هيئة الصحة عن طريق الواتساب، ضيفين رقم الهيئة في سجل الاتصال عندك وتبعثي لهم مرحبا أو السلام عليكم لي عن طريق الواتساب، وبعدين بيكون هناك في رد آلي لرد على جميع الاستفسارات الخاصة باللقاح أو أي خدمات أخرى تابعة لهيئة الصحة. نعم طبعا دكتور، هيئة الصحة سباقة وتسعى دائما للاستجابة للعملاء وكل أسئلتهم واستفساراتهم، ونحن طبعا بدورنا نحثهم أنهم يستخدمون هاي التسهيلات اللي وجهتها هيئة الصحة بدبي للمتعاملين. وطبعا أيضا كان في وسائل التواصل الاجتماعي عندنا مواقع للحصول، المواقع المعتمدة للحصول على التطعيم، وهي مواقع موجودة على في مواقع التواصل، اللي عنده فضول يروح لوسائلنا ويشوفها. أو شو رأيك آمنة، نخبرهم ولا ما نخبرهم؟ نخلي الدكتورة فريدة تتحدث أكثر عن مواقع اللي ممكن يحصلون فيها على اللقاح، وأيضا نوجه المستمعين أنهم ما يغفلون هاي الأيام عن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة واللي هي DHA_Dubai، وخاصة طبعا تطبيقنا إنستغرام وتطبيقنا في تويتر، لأن كل المعلومات اللي يحتاجونها في فريق كامل مشكورين طبعا، يعني قاعدين دكتورة ليل بنهار ينزلون لهم كل المعلومات اللي هم يحتاجونها عشان المتعامل ما يتضلل ويعرف الطريق الصحيح للحصول على هذا اللقاح.
طبعا كان في فيديو جدا مؤثر لأوائل من تلقوا اللقاح أمس، كان نازل هذا الفيديو، ما أدري أمنى إذا أنت شفتيه أو لا. نعم دكتورة أكيد. بس بالنسبة لي هذا كان الفيديو يعني جدا مؤثر وما أدري يعني أنا أنصح الكل أن يشوفه. نعم طبعا دكتورة، نحن في أواخر شهر ديسمبر وكان هذا اللقاح هو الحدث اللي ننتظره من بداية السنة وأصبح واقع الآن في إمارة دبي. عشان شي خصصنا هاي الحلقة اليوم عشان هذا الخبر المهم جدا اللي الجميع المستمعين حابين يعرفون أكثر عن اللقاح. دكتورة بنتركهم مع هذا الفاصل ونرجع لهم بكل المعلومات اللي حابين يسمعونها حول لقاح كوفيد 19. فاصل قصير مستمعينا ونرجع لكم. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم مخصصة بالكامل للحديث عن لقاح كوفيد 19، وهيئة الصحة بدأت بالأمس حملتها الواسعة للتطعيم ضد كوفيد 19. هاي الحلقة بنسلط كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة من حيث أماكن توفر اللقاح، أهمية اللقاح، وكيف نستفيد من هاي الخدمة وغيرها العديد العديد من التفاصيل. يسعدني ويشرفني اليوم نستقبل معانا عبر الهاتف الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي قطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور وشكرا على الاستضافة. دكتورة فريدة، حديث الساعة اليوم عن لقاح كوفيد 19، لو تخبرينا بداية عن أهمية هذا اللقاح. اللقاح ضد كوفيد 19 جدا مهم. اللقاح يعتبر وسيلة آمنة وفعالة لحماية من الأمراض الخطيرة اللي قد تصيب الإنسان، فبالتالي اللقاح دوره جدا مهم في تحفيز الجسم لبناء المقاومة، لبناء الجهاز، لتحفيز الجهاز المناعي، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالأمراض، ومنها طبعا الحين احنا نتكلم عن لقاح كوفيد 19. فبالتالي اللقاح هذا يقي من الإصابة من بالمرض ويقوي الجهاز المناعي لدى الإنسان. دكتورة لو تخبرينا عن أماكن الحصول على هذا التطعيم. طبعا نحن عشان نغطي إمارة دبي سكان من مواطنين ومن مقيمين، ارتئينا أن نحن نختار 6 مواقع في الإمارة تكون مخصصة لتطعيم كوفيد 19. فاخترنا في منطقة ديرة عندنا عيادة مركز مهد الحمر الصحي، وعندنا مركز المزهر الصحي، وعندنا مركز مردف التاون للياقة الطبية. وعن بر دبي اخترنا مركزين اللي هم مركز زعبير الصحي ومركز البرشة الصحي. طبعا كان مهم ايضا نغطي منطقة حتى، فعندنا مركز التطعيم اللي هو في مستشفى حتى على اساس نغطي سكان منطقة حتى والمناطق المجاورة لمنطقة حتى. فهم اذا 6 مواقع مخصصة للتطعيم في امارة دبي. جميل جدا دكتورة. دكتورة العديد من الناس يسألون كيف احنا ممكن نحصل على هذا اللقاح، ممكن بس تخبرين المستمعين عن آلية التسجيل لحصول على موعد للتطعيم. الآلية جدا سهلة. يقدرون المتعامل يقدر يحصل على الموعد بطريقتين، يا أن ينزل DHA app على السمارت فون، إذا من هواتف تطبيق الهيئة الذكي على الهواتف الذكية، فعن طريق DHA app يقدر يسجل ويأخذ اللقاح، أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموحد اللي تابع لهيئة الصحة اللي هو 800
2. طبعا المتصل لما يتصل سواء اتصل بالمركز بياخذه الاي في ار اللي هو البروسيس التلقائي بياخذه على مجموعه من الاسئله، وحتى في الدي اتش اي اب في مجموعه من الاسئله. في البدايه طبعا يعرف عن نفسه، اسمه، العمر، في اللي هي المعلومات الديموغرافيه اللي جدا مهمه للتسجيل. ومن ثم الجهاز او الابلكيشن ياخذه على اسئله اساسيه مهمه طبيه المتعامل يجاوب عليها. فالأسئلة هاي تحدد إذا هو يعني يناسب يتناسب مع أخذ اللقاح. فبالتالي إذا كان هو من ضمن المعايير المحددة ويقدر يأخذ اللقاح، السيستم أوتوماتيكيا يأخذ على موظف الاستقبال إذا كان في مركز الاتصال الموحد، والموظف يعطي في المركز المحدد. وإذا كان عن طريق الـ DHA app، فالمتصل أو المتعامل يقدر هو يحجز السلوت اللي يبين عنده في الأب. إذا العملية جدا سهلة جدا سلسة، وممكن المتعاملين يعني يحجزون هم روحهم يحجزون بدون أي عناء. نعم، وطبعا دكتورة مثل ما ذكرتي هناك مراكز مختلفة على امتداد إمارة دبي تسهل حصول المتعاملين على هذا اللقاح. احنا حابين اليوم دكتورة نعرف منك، لأن هناك أسئلة تراود الجماهير وتراود عامة الناس عن الفئات المستهدفة لهذا اللقاح. طبعا يعني اللقاح مهم للجميع، ولكن عشان يعني نغطي الفئة اللي هم الأولوية الطبية، خلينا نقول اللي هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19، أو حتى الأشخاص اللي هم إذا تعرضوا لا سمح الله للإصابة ممكن أنهم يتعرضون لمضاعفات خطيرة عن بالمرض هذا. فإذا بالتالي حددنا الفئات بناء على الأولويات الطبية. طبعا يون في المرتبة الأولى، الفئة الأولى اللي هم فئة كبار المواطنين والمقيمين اللي هم 60 سنة فما فوق. في نفس الفئة من الأهمية اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة. لما نقول الأمراض المزمنة يعني مرض السكري، أمراض القلب، الأمراض الكبد، الكلى، ارتفاع ضغط الدم، البدانة. فهذيل أيضا لهم الأولوية، من أي عمر من 18 سنة فما فوق لهم أيضا الأولوية. عندنا كذلك في الفئة الأولى أصحاب الهمم طبعا لهم كذلك الأولوية. إني نتكلم عن الفئة الثانية في الأولوية اللي هم خط الدفاع الأول، سواء اللي يشتغلون عندنا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الفئة الثالثة عندنا اللي هم فئة المهن الحيوية. لما نتكلم عن المهن الحيوية اللي هي شو هي القطاعات الحيوية عندنا اللي هم قطاعات جدا مهمة في الإمارة، على أساس أن نضمن استمرارية الأعمال في المهن هاي، وبالتالي نضمن استمرارية الحياة الطبيعية في إمارة دبي. وبعدين إن شاء الله في الأولوية بيكون كامل فئات المجتمع. بعد إن شاء الله ما نغطي الفئات الثلاثة هذيلة، بإذن الله بنغطي إن شاء الله كافة فئات المجتمع من 18 سنة فما فوق اللي راغبين في أخذ هذا اللقاح. نعم، وطبعا دكتورة مثل ما هناك فئات مثل ما ذكرتي مستهدفة وفئات لها الأولوية في أخذ اللقاح، فهل هناك فئات مستهدفة يعني عفوا مستثناء من التطعيم؟ نعم، في فئات مستثناء من التطعيم في الوقت الحالي، وهذا بناء على المراجع العلمية اللي متوفرة حتى الآن، وبناء على التوصيات من الهيئات المتخصصة وكذلك الشركة المصنعة للقاح. ففي فئات مستثناء اللي هم الحوامل، المرضعات، النساء اللي يخططون للحمل في الفترة القريبة مثل 3 شهور تقريبا، يعني إذا هم ناويين. كذلك اللي هم يعانون من الحساسية الشديدة من أي دواء، من أكل، من أي مادة. هذيلا طبعا نحن حتى لما نسجلهم نكون عارفين كيف نسأل الأسئلة هاي. وكذلك المصابين ببعض الأمراض المناعية اللي أيضا يعني نتأكد 100% أنهم يعني
مؤهلين لأخذ اللقاح، وإذا مش مؤهلين نحن نستبعدهم في الوقت الحالي حتى تتوفر الأدلة العلمية في المرحلة المقبلة اللي ممكن بعدين نظمهم لعملية التطعيم. دكتورة، لو تخبرينا شوي عن عدد جرعات التطعيم وشو هي الفترة الزمنية بين كل جرعة والثانية؟ هي الجرعة الأولى يأخذها طبعا الشخص، وبعدين طبعا إحنا الشخص بعد ما يأخذ الجرعة نراقبه لمدة 20 دقيقة في العيادة في المركز الصحي، وبعدين يصله مسج بالجرعة الثانية اللي هو بعد 21 يوم بالضبط. يعني جدا مهم أن المتعاملين يحرصون على أخذ الجرعة الثانية في موعدها اللي هو بعد 21 يوم من الجرعة الأولى، حتى يعني يحصلوا على أكبر فعالية من اللقاح والوقاية. شكرا دكتورة. دكتورة، الكثير من الناس تسأل هل هذا التطعيم إجباري أم اختياري؟ التطعيم اختياري وليس إجباري. نحن يعني وفرنا المعلومات العلمية، وبعد بنوفر معلومات علمية اللي تؤهل المجتمع والناس أنهم يقرون ويتشجعون وبرغبتهم يون يأخذون اللقاح هذا. دكتورة فريدة الخاجة، هل في من نصيحة أخيرة توجهينها لمستمعينا قبل ما نختم فقرتنا معك؟ النصيحة أن المعلومات متوفرة، اختيار اللقاح تم على أساس علمي ودراسة مستوفية كانت من اللجان العلمية المتخصصة عندنا. اللقاح يعني آمن فعال. نشجع شرائح المجتمع خاصة ذوات الأولوية إنهم يتشجعون ويون عندنا ويأخذون اللقاح حتى يتم وقايتهم من الإصابة بمرض كوفيد-19. دكتورة فريدة الخاج، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، شكرا على وقتك الثمين جدا ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم وإتاحة الفرصة هاي عشان نقدر نتكلم مع الجمهور. شكرا. وكانت معانا الدكتورة فريدة الخاجة وحدثتنا عن العديد من الأشياء اللي تدور في بال المستمعين لما ينذكر لقاح كوفيد-19. أتوقع يعني هي قدرت تجاوب على معظم الأسئلة آمنة، وأكيد يعني راح تكون لنا فقرات أخرى ورد على استفسارات أخرى أيضا على مستمعينا في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم، كذلك طبعا من أهم ما ذكرته الدكتورة فريدة هي أماكن الحصول على اللقاح، لأن جميع المستمعين والمتعاملين اللي حابين يأخذون اللقاح يتسائلون. وطبعا هي ذكرت أن اللقاح متوفر في 6 مراكز صحية في إمارة دبي، واللي هي مركز المزهر الصحي ومركز أبتاون للفحوصات الصحية المهنية ومركز ند الحمر الصحي، وكذلك في بر دبي متوفر اللقاح في مركز زعبيل الصحي ومركز البرشة الصحي. يعني اختيارهم لهالمواقع حرصوا أن تلبي جميع الأماكن اللي الناس ساكنة فيها، حتى يعني اختاروا مستشفى حتى عشان بعد الناس اللي ساكنين هناك ما يضربون خط من حتى إلى دبي. يعني هيئة الصحة في اختيارها لهالمواقع حرصت على تلبية احتياجات الناس، وحرصت أن اللقاح يتوفر في مكان قريب جدا من مكان سكنهم. نعم. طبعا مثل ما قالت الدكتورة فريدة أن هذا التطعيم اختياري، ومستمعينا بناخذ لكم فاصل قصير وبنكمل بعد الفاصل موضوعنا عن تطعيم كوفيد-19. بتكون معانا دكتورة حنان السويدي وراح تتحدث عن أشياء جدا مهمة. أنصحكم مستمعينا أنكم تتمون معانا. فاصل قصير وبنرجع لكم. صحة وسعادة. موضوعنا
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. مستمعين أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. نرجع نذكر ببعض الرؤوس الأقلام المهمة اللي ذكرتها دكتورة فريدة، أن التطعيم متوفر في 6 مواقع تابعة لهيئة الصحة، ويقدرون يأخذون مواعيدهم عن طريق استخدام تطبيق هيئة الصحة عن طريق الهواتف الذكية أو يتصلون في مراكز الاتصال. وقالت الدكتورة أن هذا التطعيم اختياري ومجاني، وراح يستهدفون الفئات اللي هي ذكرتها، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض وخط دفاعنا الأول، وأيضا راح يستهدفون أصحاب الهمم، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار المواطنين، وبعد أصحاب المهن الحيوية والحساسة عنا. وطبعا أعزائي المستمعين، نعاود الحديث عن حملة تطعيم كوفيد-19، وبيكون معنا طبعا بتكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة حنان السويدي، عضو فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. صباح الخير دكتورة حنان. صباح النور والسرور خواتي. بداية طبعا يشرفنا أن تكونين اليوم ضيفة معانا في حديث الساعة لليوم، واللي هي حملة التطعيم ضد كوفيد-19. شكرا على هالاستضافة، وإن شاء الله نقدم اللي يفيد المجتمع والجمهور إن شاء الله. إن شاء الله. بداية دكتورة، حابين نتحدث عن مأمونية هذا اللقاح. طبعا هذا اللقاح والله الحمد يعني دراسات أثبتت سلامته وفعاليته. أي دواء وأي لقاح يتم تطويره حول العالم يمر بمراحل مهمة، مراحل ما قبل السريرية اللي متعرف عليها البري كلينيكال، والمراحل السريرية اللي هي الكلينيكال. كل مرحلة يكون لها دور معين. في المراحل السريرية الأولى الباحثين يتأكدون من سلامة الدواء واللقاح، وبعد ما يتم تأكيد السلامة هذه يعني ينطلقون إلى مراحل السريرية، المرحلة الثالثة اللي فيها أعداد أكبر من المتطوعين، ويتم دراسة فعالية اللقاح. والله الحمد اللقاح المتوفر آمن، وفعاليته يعني أثبتتها الدراسات المنشورة في المراحل السريرية الثالثة، ويعني لجان علمية وفرق متابعة نتأكد أيضا من جودة التطعيم وإنتاجه في من الشركات المصنعة. نعم طبعا دكتورة، الجمهور يتساءل هل هناك أعراض قد تظهر على هذا الشخص أو على الشخص اللي بياخذ اللقاح، هل ممكن أن تظهر عليه أعراض معينة؟ طبعا أي لقاح أي دواء ممكن يكون فيه أعراض جانبية، لكن اللقاحات بشكل عام تكون مثل ما تفضلنا يعني تكون آمنة. ممكن يكون في أعراض مثل ألام خفيفة في الذراع عند بعد أخذ الجرعة، ممكن الشخص تظهر عنده أعراض مثل الصداع الخفيف، الحمى. هاي الأعراض ممكن الواحد يتناول الباراسيتامول اللي هو متعارف بالبنادول لتخفيف الأعراض، ممكن يوم يومين. في حال لا سمح الله استمرت هذه الأعراض، طبعا هيئة الصحة في دبي وضعت خطط واضحة للتواصل مع الأطباء لمتابعتهم والتأكد من سلامة الأفراد. فبشكل عام اللقاح يعني الأعراض هذه تظهر مع هذا اللقاح ومع لقاحات ثانية أيضا. دكتورة حنان، يتنا العديد من الاستفسارات عبر وسائل التواصل عنا في الإذاعة، يسألون هل من الآمن أني أنا أخذ لقاح الكوفيد هذا وأنا مثلا ما أخذ تطعيم الإنفلونزا، أو في سؤال يانا أنا ما أخذ التطعيم الآخر، هل في من الآمن أني أخذ هذا التطعيم أو لا؟ بشكل عام يعني لو نتكلم
في برامج التطعيمات بشكل عام نحن في التطعيمات ما يعني ما نجمعها، نعطي فترة بين أسبوعين إلى 4 أسابيع على حسب نوع التطعيم. طبعا الطبيب المتابع هو اللي يحدد الفترة الصحيحة. لا ننصح أنه يجمع الشخص بين تطعيمين للقاح كوفيد-19 في المرحلة الحالية. طبعا نحن دراسات بعدها حديثة ولا بد أن احنا نتأكد من سلامة الأفراد، لكن إذا حد أخذ لقاح إنفلونزا أو لقاح آخر نتأكد إنه يعني نتأكد من نوع اللقاح، ويتم تحديد الفترة بين 2 إلى 4 أسابيع قبل ما يأخذ لقاح كوفيد-19. أوكي دكتورة. بعد في يعني سؤال آخر يقول إن أنا مريض زراعة كلى، هل تنصحون إني أنا آخذ هذا اللقاح أو لا؟ طبعا وايد مهم ان نحن يعني نتابع الحالات ونعاين الحاله المرضيه او الحاله يعني الادويه اللي ياخذها الشخص للتاكد من سلامته في الدرجه الاولى. بشكل عام اللقاح هذا ممكن ياخذه الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، ياخذون ادويه بانتظام، ما في اي مشكله، بس للتاكد يعني يتم يعني طبيب المعالج يتأكد أنه ما في أي يعني أسباب أو موانع لأخذ اللقاح، وإذا تمت يعني أخذ التصريح من الطبيب المعالج ممكن الشخص يأخذ اللقاح وهو مطمئن. دكتورة الكثير يتسائلون إحنا حين خدنا التطعيم هل هذا يعني إن إحنا ما رح نلبس كماماتنا، فشو تعطينهم نصايح من هالناحية؟ نعم أشكركم على هالسؤال لأن سؤال مهم جدا. نحن في بعض الممارسات غير صحيحة أحيانا نشوفها عند بعض الأشخاص، يعتقدون أن إذا أنا أخذت التطعيم فمعناته أنا ما أحتاج أتبع الإجراءات الاحترازية، وهذا السلوك خطير صراحة في هذه المرحلة يعني الوقت. أنا أحيي جميع الأفراد الملتزمين لأن بالتزامنا نحن قدرنا أن نحن يعني نحافظ على أنفسنا وأحبابنا والمجتمع ككل. يعني رجاء يعني لجميع أفراد المجتمع، نحن اليوم لازم يعني نستمر في التزامنا بارتداء الكمامة وأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، لأن بهاي الأمور هي نحن بالدرجة الأولى هذه اللي حافظت على المجتمع وكل أفراده. يعني احنا نقدر نقول ان هذا التطعيم هو اجراء اخر لوقايتنا ضد كوفيد-19 وليس الاجراء الوحيد لحمايتنا ضد الجائحة هذه. نعم التطعيم يحميك انت، يحميك من المرض، لكن الى الان بعدنا ما عندنا المعلومات الكافية اللي ممكن تفيدنا اذا يعني التطعيم يخفف من الانتقال الفيروس من شخص الى اخر. يعني وايد مهم ان نحن نركز على الالتزام بالاجراءات هذه. دكتوره في نصايح توجهينها للفئات المستهدفه فيما يتعلق باهميه اخذ التطعيم؟ بشكل عام نحن يعني ندعو الناس يكونون واعيين، يعني يسالون اذا عندهم اي اسئله او استفسارات يعني يوجهونها الى المختصين لاخذ المعلومه الصحيحه. بشكل عام إلى الآن البرنامج ماشي بشكل جيد، الأشخاص اللي أخذوا التطعيم الحمد لله في صحة جيدة، في آليات لمتابعة أخذين التطعيم موضوعة وإن شاء الله الفرق بتتابعهم. ممكن يمكن من الأشياء اللي نحن أعتقد كانت تواجهنا في بداية الجائحة ولازلنا نعاني منها هي المعلومات الغير صحيحة أو الشائعات اللي سبحان الله سهل إن إحنا نتناقلها بين المجتمع، وهذه تأثر حتى على فهمنا للوضع يعني ما نقدر ناخذ القرارات الصحيحة اللي تناسبنا. فجدا مهم إن شخص يتأكد من المعلومة اللي عنده صحيحة ويسأل أهل الاختصاص وبعدين يأخذ القرار المناسب له. نعم وطبعا دكتورة حابين نعرف منك كم هي الفترة الزمنية الكافية لتكوين المناعة بعد أخذ التطعيم؟ الدراسات اللي المنشورة يعني أظهرت أنه ممكن الشخص يبدأ يعني ينتج أجسام مضادة بعد اليوم السابع من الجرعة الثانية. طبعا وايد مهم إحنا نركز أنه في جرعتين للقاح هذا ولازم إحنا يعني ناخذهم لاستكمال المطلوب عشان الجسم يكون الأجسام المضادة المناسبة.
طبعا تختلف يختلف الانتاج هذا من شخص الى شخص على حسب طبعا عمره وضعه الصحي. فهاي الامور نحن ان شاء الله بنتابعها بالدراسات، ولما تكون عندنا المعلومات واضحه ايضا بنشاركها مع الجمهور ان شاء الله. دكتورة حنان، وردنا استفسار آخر أن التطعيم من أي عمر أنت تنصحين أن ناخذه، وهل هذا التطعيم يأثر إذا كانت عندي أنا مشاكل في الغدد وما غير ذلك؟ مثل ما ذكرنا التطعيم آمن مع يعني الى سن يعني ما في سقف حق العمر. طبعا نحن يعني البرنامج حاليا ندعو الاشخاص اللي هم فوق سن 18، لان الدراسات كانت على هاي الفئه العمريه. اكيد بيكون في المستقبل دراسات على الفئات العمريه الاقل، لكن الى الان نحن بعدنا في ما وصلنا الى هاي المرحله. طبعا الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الغدد أو الأمراض المزمنة ما في أي مانع أنهم يأخذون التطعيم. دكتورة، يعني العديد من الناس يسألون عن أشياء أمراض معينة، هل أنت تشوفين أن هذا في النهاية كل شخص حسب حالته والأدوية اللي يأخذها؟ يعني ما أعرف إذا أنت توافقين الرأي أن هذا يعتمد على كل حالة بحد ذاتها، ليرجع للتقييم الطبيب نفسه اللي مثلا بيكون عنده ويقرر هل هو مناسب يأخذ اللقاح أو لا، حسب شو يأخذ من أدوية صح، وحسب تاريخ المرض وما إلى غير ذلك. نعم أكيد في موانع عامة ذكرت، أعتقد ذكرتها الدكتورة فريدة قبل شوية. هاي موانع عامة بشكل عام. الأمراض المزمنة ما في مانع أن الواحد يأخذها. في بعض الأدوية اللي إحنا إلى الآن ما عندنا دراسة أو يعني علم كافي على الأشخاص اللي يأخذونها، ولكن هاي بعد نحن بشكل دوري نتابع الدراسات. يعني نصيحتي إذا حد عنده يعني شك أو يحتاج معلومة إضافية يتواصل مع طبيبه المعالج، وبإذن الله الطبيب يرشده للقرار الناس إن شاء الله. بالضبط، يعني مستمعينا إذا أي حد عنده حالة خاصة، أنواع معينة من الأدوية ياخذها، يعني الدكتورة تنصحكم أنكم تلجؤون لطبيبكم المختص وهو هناك يحزتها بيقدر هل أنت مناسب أنك تاخذ هذا اللقاح أو لا. طبعا دكتورة، مثل ما ذكرت دكتورة فريدة، هناك أسئلة قبل أخذ اللقاح، يعني قبل ما تأخذين حتى أنت الموعد هناك أسئلة يجب عليك أن تجاوبينها، وبعد هاي الأسئلة بيستوضح للشخص إذا هو قادر أنه يأخذ اللقاح أو لا، ومثل ما قلنا الاستعانة بالطبيب اللي هو يراجع عنده. طبعا في حالات معينة مذكورة في الأسئلة هي اللي إحنا نعرف أنها ما ننصح أو تمنع أخذ اللقاح في الوقت الحالي، وهذا يتم يعني نستثنيهم قبل حتى ما يأخذون المواعيد. إذا حد عنده أي استفسار، لأن مهم جدا أن الإنسان لما يأخذ قرار يكون على بينة ويكون مرتاح وما عنده أي شك. فبشكل عام نحن موجودين للرد على استفسارات الجمهور، وأنتم ما شاء الله يعني لكم دور كبير أنكم توصلون هذه الأسئلة للمختصين، وإحنا حاضرين إن شاء الله. ويعني دورنا أن نحن يعني الجمهور يكون مرتاح وعنده المعلومة الصحيحة المناسبة. دكتورة، لو تذكرين مستمعينا بالفئات اللي نعطيهم إحنا الأولوية في حصولهم هذا على هذا التطعيم، لو ترجعين بس تذكرين المستمعين فيها. نعم، الفئات المستهدفة في الوقت الحالي اللي لهم الأولوية هم طبعا كبار المواطنين والمقيمين فوق السن 60، أصحاب الأمراض المزمنة والأصحاب الهمم، الخط الدفاع الأول من القطاع الخاص والقطاع الحكومي طبعا من جميع الفئات اللي تقدم الخدمة هذه، وأيضا المهن الحيوية اللي تحافظ على استمرارية الاقتصاد والراحة اللي نحن الحمد لله عايشين فيه. دكتورة حنان، هل في نصيحة أخيرة حاب تقولينها لمستمعينا قبل ما نختم فقرتنا معك؟ جزاكم الله خير على هالدعوة. إذا هي نصيحة واحدة أو يمكن نصيحتين، أولا الاستمرارية في متابعة التزامنا بالإجراءات الاحترازية. نحن اليوم نعيش بنعمة كبيرة بسبب هذا السلوك الطيب اللي والمشرف لدى مجتمع دولة الإمارات. هذا شيء وايد مهم. الشيء الثاني يعني أدعو الناس أنهم يتأكدون من المعلومات اللي توصلهم،
لأن اليوم منذ بداية الجائحة يمكن وذكرت أنا في يعني لقاءات سابقة، إحنا اليوم ما نحارب شر الفيروس، نحن اليوم عندنا المعلومات والشائعات الخاطئة اللي تأثر على قراراتنا كيعني أفراد. ف يعني نلتزم بالإجراءات ونتأكد من المعلومات، وإن شاء الله يعني أتمنى للجميع أن يكون بصحة وسلامة. دكتورة حنان السويدي، عضو فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة محمد براش للطب والعلوم الصحية، شكرا على وقتك الثمين جدا ومعلوماتك القيمة دكتورة. شكرا، بارك الله فيك. كانت معنا الدكتورة حنان السويدي وتحدثت آمنة عن العديد من النقاط المهمة. يعني إذا أنا بقدر أحاول أختصر بعض الأشياء اللي قالتها الدكتورة، أولهم إن هذا اللقاح آمن، وإن الدولة ما قامت بإحضار هذا اللقاح إلا بعد ما تأكدت إنها استوفت جميع شروط السلام والأمان. والمستمعين لازم يحطون في بالهم إن دولتنا ما راح تحضر أي شيء غير متأكدين من صحته وأمانه. والدكتورة قالت إن الأعراض اللي ممكن يعانيها الشخص بعد أخذه من اللقاح هي أعراض حالها حال أي أعراض مشابهة لأي حد يأخذ أي نوع من التطعيم، ما في أعراض خاصة جدا بهذا اللقاح حتى الآن. والدكتورة قالت نقطة جدا مهمة، إن إحنا كنا وما زلنا نعتمد على وعي مجتمعنا في حفاظهم على تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وإنهم إذا هم أخذوا التطعيم ما زال عليهم يكملون تباعهم لهاي الإجراءات اللي هي أهمها ارتدائهم للكمامات. فإحنا كنا معتمدين دائما على وعي مجتمعنا، ومجتمعنا أثبت أنه على وعي كافي آمنة، وكانوا وما زالوا متقيدين بهاي الإجراءات. إحنا بنكمل إجراءاتنا الاحترازية وراح ناخذ لقاحنا حتى يعني نشوف بعدين وين بنوصل. نعم، وطبعا دكتورة احنا حابين نقول للمستمعين اللي حابين انهم ياخذون هذا اللقاح ان يمكنهم استكمال اجراءات التسجيل عبر تطبيق هيئة الصحة في دبي واخذ موعد للقاح عبر التطبيق. وطبعا يمكنهم ايضا اتصال على الرقم المجاني 800342 وهذا الاجابة طبعا على استفساراتهم، كذلك لاخذ مواعيد للقاح. وطبعا احنا بعد نضم صوتنا لصوت الدكتورة اللي قالت لا تستمعون للإشاعات والكلام اللي كثير يدور ويجول في المنصات العديدة. احنا دائما كنا نقول منذ بداية الجائحة خذوا معلوماتكم الصحيحة من المواقع الموثوقة، من الجهات الحكومية، من الجهات الصحية الحكومية، دائما خذوا معلوماتكم من هذه المصادر، ولا تستمعون للإشاعات اللي تصدر عن طريق بعض الجهات اللي مو متأكدين حتى من صحة المعلومات اللي هم يقولونها. وطبعا مستمعين الأعزاء أكيد راح يكون في حديث آخر عن اللقاح، وبنحاول نرد على جميع استفساراتكم في القريب العاجل. أتمنى أن احنا قدرنا نفيدكم ولو بالقليل في حلقتنا لهذا اليوم. وقبل ما نختم حلقتنا نذكركم مستمعينا لا تنسون تتبعون إجراءاتكم الوقائية اللي كنا نحن نسميه دائما المثلث الذهبي، كماماتكم ترتدونها دائما، مسافة كافية بينكم بين الجميع، حفاظكم على نظافة أيديكم. ونضيف أيضا نقطة مهمة بعد الحديث الساعة هذا، احرصوا على أخذ لقاحكم، وإن شاء الله يعني في القريب العاجل نحاول نرد على أي استفسارات صادرة من عندكم مستمعينا عن أي شيء يخص اللقاح. كل الشكر لكم، وكل الشكر لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لميرا المري، كل الشكر لمخرجنا المبدع نمر محمد، وطبعا آمنة كل الشكر والتقدير لك. ومستمعينا كانت معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.